هذه صورتي قبل سنة، كنت موجود في بادرة كلينك وسويت زراعة شعر، وهذه نتيجتي بعد مرور سنة. الحمد لله نتيجة طيبة وعملية ناجحة بكل المقاييس، وكل اللي شافوني يعني تمدحوا في النتيجة. تكون سهلة يعني البساطة هاي، كانت شغلة بسيطة يعني، جلست طيّت شوي ومخلصين الله. هذا المكان اللي كنت فيه أنا موجود قبل سنة، صراحة كنت متردد شوي قبل العملية، خايف النتيجة ما تطلع حلوة وما تنضبط العملية، لكن الحمد لله رب العالمين بعد مرور سنة هاي نتيجتي وأنا راضي عنها والنتيجة حلوة، وأنصح كل اللي متردد وحاب انه يسوي العملية يستشير وياخذ استشارة في بادرة كلينك، وان شاء الله ان النتيجة او العملية ان شاء الله ما بتكون الا انه راضي عنها ان شاء الله.